أمي أمي أنت شفتي كابوس؟ كل شيء تمام أمي، وحيدر بخير وسلامة كمان. هو بس راح على غرفته يرتاح. حياته لحيدر بخطر كتير كبير، حياته بخطر كبير. هي اجت لتاخد حيدر من حضني لاني ما نفذت طلب السيد رحماني وتركت هالبنت وحيدة. رجعت لهون لحتى تنتقم مني، اكيد يمكن غلطت لما ما رديت على السيد رحماني. الانتقام رجع لهون. امي لا تفكري بهي الطريقة، ما في خطر على حياة حدا، ريحي بالك، ارتاحي ولا تتوتري، كل شي منيح. أمي تعالي، لا تخافي أبداً، أنا بفهمك، أنا هون قاعدة معك، ما تقلقي أمي، بعرف مانك قدرانة توقفي تفكير وإنه لهلأ بالك مشغول على وضع الغزل. أمي طولي بالك شوي، بفهم أنت ليش حاسة بالمسؤولية تجاهه، لهيك بوعدك من اليوم إني ما راح خليها وحيدة، أنا مستحيل أتخلى عنها بعد هلأ. كل المسؤوليات اللي ما حققوا لياها أهلها رح نتولاهن نحن. أنتي ما تشغلي بالك فيها، بوعدك إني رح ساعدها، كل أحلامها رح تتحقق. لا لا، هذا الشيء غلط، أنا ما فيني حب واحد متزوج، هالشي ممنوع ما بيصير. يا ربي ليش هيك عم يصير معي؟ أنا مو قدرانة أتحكم بحالي. ليش فكري معك؟ أنا كتير عاجزة قدام نظرات عيونك. ليش عم أتخيل أو أتمنى يكون صوتك عم ينادي لي دائما؟ ليش قلبي بده إياك مع إنك متزوج وقلبك مع حدا تاني غيري؟ عندي إحساس ما بكون سعيدة إلا ما وجودي جنبك هو اللي رح يجيب لي الفرحة. شو هالحكي الحلو يا غزل؟ بعد ما سمعت كلامك الشعري والعاطفي صار فيني بكل بساطة أفرق ابن هينا عن مرته بدون ما تعب حالي. حابة إني انتقم منه، خصوصي بعد ما أكلت الكف هداك اليوم على وشي، وهذا حقي الطبيعي. لا تخافي من شيء أبداً أمي، أنا وحيدر واقفين جنبك دائماً. صار برد عليك يا أمي، رح شغل لك الدفاية. شو؟ بكل عائلتنا ما في حدا بيغطي شعره غير أنا وياكي وستي، مين هاي المرة يا ترى؟
معناتها أنت كان معك حق. أمي، في حدا غريب إجا على بيتنا. ما قلتلكن إني شفتها؟ هالدليل إني ما كنت عم أتخيلها. رح روح وأتأكد. لا، بلا ما تروحي، ما بدي تروحي لبرا وتخاطري بحالك بنتي. يا أمي أنت بس اهدي شوي، قلتلك ما رح يصير شي، ما بتوثقي فيني؟ رح أطلع أتأكد وأرجع لعندك دغري. ماشي. لا تخافي علي، ما حدا بيقدر يعمل لي أي شي. ما رح طول عليكي، راجع دغري. في حدا؟ ما في حدا موجود بالطابق هون، مين اللي كان ورا الباب؟ شغلة غريبة، مين يلي قاصد إنه يخوف عيلتنا بهالطريقة؟ بتمنى تضل العيلة وحيدر بخير وسلامة. ليش ما عم بقدر اتحكم بحالي تجاه حيدر؟ مو معقول يلي عم اعمله غلط كبير. شو بدي اعمل؟ بس الحب ما بيعرف شو الصح والغلط. حيدر، كان في حدا، ما بعرف اذا لازم خبر حيدر او لا. يا ترى غزل شو عم تعمل بهالوقت المتأخر برا غرفتنا؟ أنا بحبك. برا غرفتك بهالوقت؟ أنت شو كنتي عم تعملي؟ هو أنا ما كنت متأكدة إذا فيني فيقك بهالوقت المتأخر. بصراحة ما كان في عندي أنينة مي بالغرفة وكنت عطشانة شوي. بس أنتي بتعرفي منيح وين مكان المطبخ. إيه بعرف المكان، بس قلت الأحسن أني أسألك بالأول. شو في داعي لحتى تسأليني غزال؟ خلص مو مشكلة، إذا احتجتي أي شي بتلاقيني نايمة بغرفة أمي هاي الليلة. لا تكوني خايفة كمان غزال، إذا يلي قلته مزبوط فيك تنامي هنيك اليوم. لا لا أبدا، مو خايفة بنوب، رح روح.